عليكم المشاهدين، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا في الف خير يا رب العالمين، ومن نهار جديد وفيديو جديد. كنتمنى يعجبكم هذا الطبق اللي نحضر معكم ان شاء الله بحول الله. هذا الحم الغلمي على 8 كيلو ونص ديال الحم، شرملته، درت العطريه ديالها، درت السكنجبير، الابزار، الخرق ومعلق، شويه ديال الثومه بودره، شويه والملح على حسب الذوق، واحد البصيله حكيتها، وخلطت المكون كامله بعضياتها، وما درتلاش الزيت. بعد على ندير لها الزيت، شويه ديال الزيت غنخلطو عاد نديرو يتفور ان شاء الله بحول الله. عملتو هكا باش كيشرم لينا داك الشرموله كامله، باش كتجي لينا زوينه. انا عندي باش شرمته شي ساعتين لما كانوا، وعندي باش كيشرب هاد العطريه هذه كامله. ودرت الخضره ديالنا تتبخر عندنا هنايا، هي بغيت نوريها لكم. درت هنايا دابا راه طابت لينا، غادي نحيد هاد الخضار ديالنا ان شاء الله بحول الله. عندنا البروكول، عندنا البطاطا قطعتها مكعبات، خيزو واللوبيا، هادشي اللي عندنا. وغنحيد هاد اللوبيا ديالنا وهاد الشيء كامل اللي فورت من قبل، وغندير اللحم ديالنا حتى هو يتفور ان شاء الله. وانتم معايا المشاهدين الكرام، ما تمشوا بعيد، وما تنساوش اللايكات، ما تنساوناش اشتراك مع الحباب ومع الصحاب، وفضلا ليس امرا احبابي. يلا نخليكم دابا غادي نشحر هاد شويه ديال سميتها شويه ديال القزبر المعدنوس والثومه، وغادي نضيف ليها البطاطا ديالنا مشحره ان شاء الله بحول الله. انتم معايا المشاهدين، هيا نشحروها نكملو البطاطا ونديرو عاوتاني خيزو ونديرو اللوبيا ديالنا، وحنا ماشيين تدريج ان شاء الله. انتم معايا مشو بعيد، عاوتاني درنا الخيزو ديالنا حتى هو نشحرو ان شاء الله، نبقاو هكدا حتى نساليو الكمية اللي عندنا ان شاء الله بحول الله. درنا عاود شوية ديال الصبور، شوية ديال المعدنوس، شوية ديال الثومة، وشوية ديال العطرية، صافي مدرنا شي حاجة كتيرة. يلا نشحرو عاوتاني ونبداو عاوتاني باللوبيا ان شاء الله. انا كدا درت اللوبيا هكدا، وغنعصر عليها واحد شوية ديال الحامض كيما عصرت، انا نسيت ما قلتلكمش، عصرت حتى على شويه ديال الحامض في الخيزو ديالنا، كيعطي ديك النكهه الحموديه شويه كتجي زوينه. دابا نكملو بالتشحير، وعاوتاني باقي البلوكيل يا سطا، هو اللي باقي لونتيمون، هو الاخراني. نزلت هذا عاوتاني نشحرو وصافي، نحط هذه هنا نبقاو الطبق الاخرين ان شاء الله بحول الله رب العالمين. هذا هو اللحم ديالنا مبخرناه، خشيناه في الفران، حمرناه شي شويه وصافي. دابا نحطوه في الطبق النهائي. هانتوما معايا اخوتي، ما تمشوا بعيد. نتمنى تعجبكم هذا الشيء اللي حضرت معاكم. وهذا هو الطبق ديالنا اللي جا على هذا الشكل هذا، كنتمنىكم يعجبكم الطريقه اللي حضرت هذا النهار. الخضره مبخره، اللحم مبخر وشحرت مشويه، وعاوتاني اللحم خشيته في الفران حتى تحمر لينا شديتو وصافي. هادشي اللي كاين اخوتي، كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديالي اللي حضرت. ها هو جا رائع 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 جدا جدا جد جدا اخوتي احبابي. وما تنساوناش اللايكات، وما تنساوناش الاشتراك مع الحباب ومع الصحاب، وفضل دابا مسالت معكم هذا الطبق النهائي. دابا غادي نحضر معكم بوستري ان شاء الله بحول الله، فلان غادي نعدلو معكم، والديسير الاخراني ان شاء الله بحول الله. وهانتوما معايا المشاهدين، ما تمشوا بعيد، تنساليو الشكل النهائي ان شاء الله بحول الله. اخوتي مسالينا الطياب وسالينا النهاية ديال الأكلة ديالنا ديال اللحم بخر والخضرة مبخرة. دابا نرجعو للديسير، غادي ندير واحد الفلان إن شاء الله بحول الله، يعني ساهل ماهل، ما فيش تكلفات بزاف. المهم على حسب شنو ما بغيتي كتزيدي، كتزيدي على حسب التزيين، حسب الديكورات، على حسب.
المهم انا عندي روغ غير خفيف، داكشي اللي عندي موفر في الدار غادي نحطو ان شاء الله على البيع، غادي نزين ان شاء الله. غندير المهم عندي هنايا يطرو د الحليب، ولكن ما غنديروشي كامل، نقص منه شي جوج كيسان بحال هكاك من يطرو، والصوبري ديال هاد ديال هاد الفلار عندنا وغنديرو كامل مكمول، راه فيه السكر فيه كلشي، ما نزيدلو لا سكر لا والو. وهانتوما معايا المشاهدين العزاز الكرام اللي كيحبوني وكنحبهم، وبارك الله فيكم، وما تنساوش اخوتي اللايكات، وما تنساوش الاشتراك مع الحبه، ومع تشاهدوا معايا في هذا الفلان ان شاء الله بحول الله. دابا جبت معايا واحد الطنجره هي شللتها، غادي نكب فيها الخليط ديالنا، وغادي نحركو مزيان وغنديروه في العافيه ان شاء الله يطيب لينا، ولكن ماشي غادي يطيب طيب بزاف حتى يغلى، غير تحس بيه بدا كيسخون مزيان صافي، انا ما كنخليش حتى كيغلى باش دغيا كيتعقد لينا نخشوه في النبيره دغيا باش كيجمد لينا. وهذا ما كان احبابي، يلا نخليكم الزوينات، تابعوا معايا تشكيل نهائي ان شاء الله لهاد الطبق اللي غادي نعمل تاع الديسير ديال البوستري ان شاء الله. انتم معايا، هانتوما انا كبيت الخليط ديالنا، دابا كنحركو مزيان، ما نحيدوش يدينا منه باش ما يتلصقش لينا في الكسرونه ديالنا ولا الطنجره ديالنا اللي كان. ايه هذا مكان اخوتي، عندي هاد الطاوه هادي اللي غادي نحط فيها الفلان ديالنا، وعندي هاد الصوبري ديال الكراميل، هو هذا غادي نكبو فيها ان شاء الله باش غادي نحطو. انا كبيت في هاد الطاوه ديالنا، ودابا غنديرو يبرد، ما يبرد لينا وغادي نقدموه ان شاء الله بحول الله رب العالمين. يلا نتوما معايا خوتي وما تمشيو فين، يلا ما تنساوش خوتي اللايك والاشتراك مع الحباب ومع الصحاب، يلا. وشكرا اللي دخل عندنا جديد، بارك الله فيه، والله يجعل ربي يسهل عليكم ويعطيكم اللي في النيه ديالكم، ويبعد علينا ربي غير شر الخلق يا ربي امين. الله يبعد لنا كما بعد علينا الله السماء مع الارض، هادشي اللي بغينا، بغينا غير هنا خوتي، ما بغينا مشاكل، ما بغينا شي حاجه اللي هي تضرنا ولا تضركم، هادشي اللي بغينا. والله يجعل ربي يرحمنا ربي بالشتا ويعطيها لنا قد النفع اخوتي. يلا نخليكم وغنخشيه في النبيره يبرد لينا ان شاء الله بحول الله. يلا هذا خوتي هو الفلان ديالنا اللي عدلت، هو هذا وزوقته على هذا الشكل، هذا باللوز فيلي وبالخوخ وفريز، وهاد التوت هذا ان شاء الله. هذا خوتي هاد التوت هذا كنت كنلقطو ملي كنت كنجي من الخدمه، كنت كنجي على رجليا بعض القطرات، وكنت كنلقاه وكنت كنقطعو مع واحد بنات كنحييهم في هاد المنبر. صراحه الله والله الا دوازناها دابا بقيت معاهم، رجعت كنخدم في واحد الشركه اخرى. المهم علينا، ايوا كنتمنى يعجبكم هاد الطبق اللي حطها رسيتي على الاكله ودير هاد البوستري، كنتمنى يعجبكم. مبروك علينا منتخب، فزنا الحمد لله. ايوا هذا مكان، ونبقاو على فيديو جاي ان شاء الله بحول الله اخوتي، نخليكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا حبيبي وتهلاو فريوسكم، وربي يوفقكم ويوفقنا ويوفق جميع المسلمين يا رب العالمين. وتحياتي لكم اخوتي واللي كيدخل عندنا جديد، ومرحبا والف مرحبا دار داركم، وانتوما في وسط خواتكم. يلا حبيبي خليكم.